بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الحج. قال: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. يعني هل يعملوا رب تبعهم لا نزل في وحي من السماء ولا كتاب سماوي في دليل وسلطان وحجة على صحة عقيدتهم، ولا العلم والعقل والفكر بدل على صحة سلوكهم. إذن العرب كانوا قائمين على غير عقل وعلى غير دين. فإذا الإسلام أتى بعقل السماء والعقل الإنساني اللي إذا استعملناهما ينتجان العلم الحقيقي السماوي والأرضي. فبعقل السماء الذي يغذي عقل الأرض، منهما بني شخصية الإنسان العربي، وبعد بنائه سمي مسلم. لأنه كلمة مسلم، هلا في ناس ما عاد بده مسلم، يعني لما عم بيقول ما بده مسلم عم بيقول، لأنه شو معنى مسلم وإسلام؟ الإسلام علم، الإسلام عقل ناضج، عقل عميق ومحيط وكامل. الإسلام أخلاق وفضائل. الإسلام حكمة ووضع الأمور في مواضعها ومشي في ظل الحقائق. فمعنى ما بده إسلام يعني جسد بلا هذه المعاني، هذا معنى ما في إسلام. عرب شو يعني عرب بلا إسلام؟ أبو بكر عرب، قال أنا ترك، قال هند، لا قال عرب. لكن مع العرب شو في اسلام؟ شو يعني الاسلام؟ يعني مع العروبة في علم، في فكر، في اخلاق، وحدة، حب، تآخي، نضال، تقدم، حضارة عالمية. الاسلام يريد ان يوحد العالم. فلما العرب تم هالمعاني هي اللي هي حقيقة الإسلام معهم كسلاح، وحدوا نصف العالم. لما أقبلت الدنيا وملكوا نصف الدنيا غرتهم الدنيا وانغمسوا في شهواتها مثل النحلة إذا غطست شافت العسلات صارت تأكل، لكن ما حسيت إنه عم تغرق حتى التصق بطنها وجناحاتها بالعسل فهلكت فيه. فانشغلوا بشهوات الدنيا فضيعوا العلم والحكمة والأخلاق والوحدة. صارت الشهوات والأنانيات والمنازعات والحروب، فبدأوا يتقلصوا ويتقهقروا. حتى الآن أي فلسطين أي القبلة الأولى، القبلة أي العرب. كانوا إذا يضرب المثل في التفريق والعمل العرب عربين، هلأ العرب 20 عرب. الإسلام كم عرب عمل هون؟ عرب واحد. والعجم تم واحد، وإيران وأفغان تم واحد، وتركيا تم واحد،
إلى البحر المنجمد الشمالي الإسلام هناك واصل لسيبيريا، والآن الإسلام عم يغزو القارتين الأوروبية والأمريكية، والإسلام سيسود العالم، لكن يمكن هالمرة من غير طريق العرب، لأن العرب جهلاء. وبصورة خاصة نحن المشايخ يا ابني، نحن شو معنى لفة وجبة؟ يعني نحن نواب النبي، حاملين كل الصفات اللي ورثناها عن النبي لنعمل ما يعمل النبي. الشيء ما بيطلع بعد، كان يغسل أموات ويؤدي قدام جنازة، هاي شغلة هينة. أما وين النبي اللي بيفعل، وين الشيخ اللي يفعل ولو بالمئة عشرة؟ إن شاء الله بده يصير، إن شاء الله بده يصير، والله بيوحد العرب وبيوحد العالم في ظل القرآن. قال ويعبدون من دون الله. شوفوا يا ابني عظمة القرآن، القائم على العلم والعقل. قال ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. أما إذا كان عم يعبدوا الآلهة تبعهم على حقيقة علمية ما في مانع، إذا العقل بيوافق ويقر سلوكيتهم العقائدية ما في مانع. قال لكن عم يعبدوا شيء لا يقبل به لا العقل ولا الوحي السماوي. فالشيخ إذا عرض الدين من هذه النافذة بطريق العقل والعلم مع الاتصال السماوي، لك الناس والله بيقبلوا على الدين إقبال النحل على الزنبق والياسمين، وإقبال الشحرير على الجناين والحدائق، وأولا أوروبا وأمريكا وروسيا. لكن ما في يا ابني، نحن عم نقول تعوا تعوا كلوا أشياء. واحد أكل أشياء من مطعم الأمراء، بها سنوبر، بها الشغل المتقن، شيء صار يعمل دعاية. واحد جاب الأشياء من بطن الخروف وقدمها للناس أشياء. يا أخي هي صغيرة، هذيك حشوة عبد الله، أما هي حشوة الله، هذيك بايته، هي تازة. فإذا عبد الله شي عبد وطلع مجنون، فبيسب الأشياء وهذي بيحكي للأشياء وهذي بيدعو إلى، وكمان كان يسب الله أن هذيك فيها خيطان، هي على الكهرباء مخيطة. شوف وتازة ومطخنة بقوة الروح، لك من حشوة الله. بهي حشوة الله للخروف، ما لعبد الله، حشوة عبد الله بالدرس ولحم وسنوبر وإلى آخره. هيك المشايخ عم يعملوا ابني، ولذلك هل انتسبوا للمشايخ هيك عم يعملوا. لذلك بده يكفر بالصبارة، لأنه عم طعم إياها بشوكها وقشرها، وبده يبلع بلع كبرشانه من غير بلع هذيك الليله، بده يولول من الشوك، ومن غير هي ما ياكلها كمان عبه واحده بتكفيه، حتى يسبك ويسب هذي يدلك على الاشياء. وقت الاشياء وقت عرف الاشياء، وقت الشيخ وقت عرف الشيخ وقت عرف الدين. ف اما شوفوا يا ابني هدي القران، طريقة القرآن، مدرسة القرآن. ويعبدون، شو معنى يعبدون؟ بدك تنقاد لمدرسة الله انقياد العبد للمالك، يعني الانقياد الكامل. فإذا انقدت لأستاذ كلية الطب الانقياد الكامل، تأخذ أعلى العلامات، تترشح لتختص بأعلى أنواع الاختصاصات. وإذا ما انقدت لأستاذ كلية الطب الانقياد الكامل، مشيت على كيفك وعلى ولدنتك ولعبك ولهوك، إيه الطب العادي ما بتاخد شهادته. ف
فبدك تمشي في الإيمان مشي العبودية، يعني الطاعة الكاملة في قلبك وأعمالك وفكرك وأخلاقك ورفقتك وصحبتك ومالك وزوجتك وكل حياتك. هي معنى العبادة، هذا الإسلام يا أبني، هذا القرآن. القرآن تقرأ هيك بصير مسلم، متت بالجنة، بالدنيا الله معك. تخرج عن الإسلام بمقدار ما تخرج عن طريق الزفت تمشي بالوعر، بمقدار ما بدك تشقى. وإذا غمات بالوعر شي 100 كيلومتر حتى طلعت عليك ضباع وقطعين الطريق، إيه على نفسها جنت براقش. وكما المثل بيقول كانوا وقت يقطعوا الفرات كانوا ينفخوا لهم ظرف ويحطوه ظهره ويسبح يروح على الطرف الثاني. اجى واحد قال له انا ما بقبل انت تنفخ لي الظرف، انا بدي انفخه. قال لك يا ابني هي ما صنعتك. قال له انا ابدا ما بوثق الا من نفخه وربطه. ف وأوكاه، معنى أوكاه يعني ربط. فما صنعته نص الفرات نفس الظرف وأمغري صار يولول ويستغيث. هل بشغل الظروف قال له يداك أوكتا، يداك اللي ربطوا وفوك نفخ، يداك أوكتا وفوك نفخ. هلأ منصير إسلام حقيقيين، إسلام العلم العقل إسلام الوحي، وبدأ يصير هيك. النبي أخبر وأخبر عن الوحي. وإذا نحن ما صرنا الله قال وإن تتولوا ما بيسأل عنه. شو نحن كنا العرب؟ شو كانوا؟ ما كانوا شيء. بالإسلام صاروا كل شيء، صاروا هنن الدنيا والعالم والحضارة. وهلا نحن هلا ما لنا شيء. هلا بتجي أمم الراقية هي تقود الإسلام. يا عيب الشوم. بدها المعلم، بدها المدرسة الإسلامية، الجامع مدرسة. شو صار بالجامع؟ حيطان ومراوح وسجاد وتريات. هي اللي صنعت الإنسان. مسجد النبي ما كان مراوح ولا تريات، لكن كان عقل السماء وأعظم عقل في الأرض وهو اللي صار الوعاء والخزانة والمكتبة الإلهية. وبذلك المسجد صنع إسلام المسلم، ولسه الخريطة موجودة. قال ويعبدون من دون الله. وين معركتك مع يعبدون من دون الله؟ والله هذا مشغول بالفول المدمس والمسبح والثاني بنجارة والثالث بالقماش والثاني بالحريقة والرابع بطريق الصالحية والخامس مدري ايش. وين الإسلام؟ وين معرفتك الإسلامية؟ معرفتك كلها للجسد للمال؟ بكرة إذا لفوك بالكفن ومن كل مالك حطوا لك قطنة من فوق وقطنة من تحت وعملوك حشوة القبر مثل حشوة الكباية. وين صفي؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إذا طلعت من عشيرة خذوه فغلوه وين نصفي؟ خسرنا الدنيا، خسرنا الآخرة وخسرنا الدنيا، خسرنا لا دنيا ولا. المؤمن بيكسب الدنيا والآخرة. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما أنزل من وحي السماء حجة مثل قوة السلطان تفرض أنها هي الحقيقة وهي الواقع. وما ليس لهم به علم، كمان عقل لا يقبل عبادة الأحجار والأوثان. قال إيه إن هذول ظلموا أنفسهم وما للظالمين من نصير. إذا ظلمت نفسك بالجهل بالضلال بالفسق بالإهمال لا تظن الله بينصرك.
لأن الله بيقول وما للظالمين من نصير. وهي قاعدة أصولية لغوية، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ما إلك ولا ناصر من 100,000 ناصر، ولا تنتصر في المعركة، ستنهزم في كل معارك الحياة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلينا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.